السلام عليكم ورحمة الله. اليوم مع فيديو جديد من قناة أبدأ واستمتع. هجيب لكم فكرة كويسة جدا، هي عجبتني صراحة لما عرفتها، عن الواتساب. بتوصلنا طبعا معلومات كتيرة على الواتساب، وفي حاجات لازم أرجع لها، وفي حاجات مهمة أحب أقراها، وفي كتب. طبعا في وسط الزحمة ديت من المعلومات في حاجات كتيرة بننساها، وفي حاجات نبقى عايزين نعرفها بتتوه مننا. هقول لكم ازاي الطريقة ان انت ترجع للحاجات المهمة اللي انت عايز تقراها، لما تفضل تقدر تقراها بسهولة. ادي مثلا على سبيل المثال فيديو عجبني، بعلم عليه وادوس ستار، هو كده هو ستار زي الفيفوريت بالظبط. هقدر لما اخرج خالص اقدر ارجع للحاجة اللي انا كنت معلم عليها ستار، او اللي انا حطيتها في الفيفوريت، ان انا بقف هنا اهوت وادوس ستارت مسجز. بعدين هبص الاقي هنا اهوت الحاجة اللي انا علمت عليها، اقدر ارجع لها واراها، او فيديو مهم عايز ارجع واشوفه هنا اهوت. وكده انا كده بحتفظ بالحاجة المهمة او المعلومات القيمة، اقدر ارجع لها في اي وقت واقراها بسهولة، او اعمل لها شير، او لو حاجة مرتبطة بالعمل بتاعي اقدر ارجع وارد على الاعمال المطلوبة مني. واعتقد ان ديت فكرة سهلة، وفي ناس كتير ما كانتش تعرفها. يا ريت الفيديو يعجبكم، وما تنسوش تعملوا شير وسبسكرايب للصفحة. والسلام عليكم ورحمة الله.